قرار جمهوري من رئيس المجلس الرئاسي يطيح بأولى قيادات الإصلاح البارزة. لنشاهد التفاصيل. أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا يقضي بتعيين نائب عام في ضربة لحزب الإصلاح وخضوعا لمطالب الانتقالي. وقضى القرار الصادر برقم 13 بتعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائبا عاما بدلا عن القيادي في الإصلاح وكيل وزارة الداخلية السابق أحمد صالح الموساي بحسب وكالة سبأ بالرياض. ويعد القاضي قاهر مصطفى أحد قيادات نادي القضاة الجنوبي، وتولى منصب رئيس نيابة عدن منذ تكليف الزبيدي النادي الجنوبي بإعادة فتح المحاكم والنيابات بعد أن أغلق الانتقالي احتجاجا على تعيين هادي القيادي في الإصلاح أحمد المساي نائبا عاما. وكانت مصادر في مجلس القيادة كشفت عن ترتيبات لإقالة العشرات من القيادات العسكرية والمدنية في حكومة معين عبد الملك، حيث يستعد العليمي لإصدار عدة قرارات خلال الساعات القادمة تشمل إقالة عدد من مسؤولي السلك القضائي وآخرين في وزارتي الدفاع والداخلية، مشيرة إلى أن القرارات تتضمن إقصاء مسؤولين محسوبين على حزب الإصلاح في تلك المؤسسات، في حين تتصارع فصائل التحالف الأخرى وعلى رأسها قوة طارق صالح والانتقالي للظفر بالتعيينات الجديدة. والتحركات تأتي تزامنا مع تصاعد الخلافات داخل أروقة المجلس الرئاسي بشأن التعيينات في ظل مساعي الانتقالي للاستحواذ على مناصب الإصلاح ورفضه دمج قواته ضمن دفاع معين. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.